بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وصحبه وسلم. اللهم يسر العسير فإن تيسير العسير عليك يسير. قال الناظم رحمه الله تعالى: باب زكاة الفطر. إن غربت شمس تمام الشهر تجب إلى غروب يوم الفطر. باب زكاة الفطر. هذا كان باب زكاة الفطر أفرك زكديس باب كيدي واي ودرس ديني غاها أنو كبرانين علمي فقه غارهان كتاب كي أها متن الزبد وأنا درسي تضبئي الصدنات نادم كرحمه الله تعالى باب كان وحقوق تي إن أوكاها الله زكاة الفطر. زكاة الفطر مقعية بضم بيلادة وحا مقعية ذا كم ذا مقع وهدى أصيغة وترجمة ذي كالي زكاة الفطر إن لي رهضة أفرك زكاديس لأن الصوم كمركي أولى ما ذا صوم كالفرة أم بيواجبه ساساسا ليري لو يري فطرة يعني أفرك زكاديس وحكالا لغم غعاوة زكاة الفطرة تي أو تأوضته أبو ريدة فطرة وأبو أمست إلهي أبو ريدة زكاة ديو ساسنا وليرا زكاة البدن والغم غعاوة زكاة رمضان والغم غعاوة صدقة رمضان والغم غعاوة مغعية بضم بيليدة. زكاة الفطر وجوب كذا وحاء الدليل إجماع كهر لأن إجماع والدليل لكن دليل قضال كي يمد وايوه صحابة حل قضو إجماع السماء اسمي وحيا يقو إسقوا فقام با إجماع هل كاسو كسو باللوضي لكن إجماع كهر وحاء الدليل أخبار أحاديث با الدليل وحكم ذا أحاديث تاس كخبر ابن عمر رضي الله عنهما حديث كي عبد الله بن عمر إلى أيها كرى ذي النغذي عبد الله بن عمر وحويري فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين. رسولك عليه الصلاة والسلام أفرك زكدي سأيو فرض يلي زكدا سو بشر رمضان حقي كأهاتي دتك أيو نكو فرض يلي وحونا فرض يلي سوس أو تمرا أما سوس أو شعيرا وحونا كو فرض يلي قف والباء أو حرا أما أدونا أما لقا لبا أما لدقا أو مسلمين تكاملا. حديث كاس وحديث صحيحة مسلم أيا وريي أبو داود يترمذنا حديث كاوى أي وريين هل كاسمرك وحوك قري فائدو وكيع ابن الجراح ننك اللي راهدو ومشائق ذا إمامنا الشافعي كمدها باوحو يري زكاة الفطر لرمضان كسجود السهو للصلاة. زكاة الفطر رمضان زكاة الفطر أو رمضان أسقنات سجود السهو أو صلاة أسقنات أيو كلا وايول تجبر نقصان الصوم يكوي زكاة الفطر صوم كنقصان كيس كما يجبر السجود نقصان الصلاة وا سيد السجود كأوكباي صلاة النقصان كيل خلد هدي أو دعو صلاة جوده إذا خلد كاس وحلق كبايا سجود سهل صوم كاغا مركا وحياله او خلدا دا اما خلل سو غلينه زكاه الفطر وحي اون غنيسا كب اي اون غنيسا بور وكيع ابن الجراح با سدا يري مشايخ دواوين واجلدا كميد اها زكاه الفطر وحي ليدهي اوقات او شنه شن وقتي اي ليده وحي ليدهي وقتي ليرهبه وقت الجباس
وقتي إن لب حيو أي بنان ورمضان هدو لشو بش رمضان بهدي دلتو زكاة الفطر إن لب حيو أي بنان لأن لو السبب بي أيضا كوة جبتا سبب كمد أحباله لي أو رمضان لو هذا سبب أي كوة جبتا سبب كمد أحباله لي وعلى بحنكرة شعبان لكن لما بحنكرة رمضان إنو دشوا لغا مارمان وقت الجواز وي ولما واجب لكن وعلى بحنكرة وي بنانتا وقت غلبات وحويان وقت وجوب وقت أو أي واجب تهي إن لبحيو وحويان رمضان حبينك ورمانا ايو بريتو مركي الشوال تهي ما انت مركي قبلك ورعو وقرح دي اي دعضو وقت وجوبك حلقا سواي حلقا سي واجبيسا لان ايضا وحيكو واجبتا لبا ريموت ادراك جزء من رمضان ايوه وادراك جزء من شوال جزء رمضان كم إذا إن لها ليلة ويو جزء شوال كم إذا إن لها ليلة ساس دراد إذا رمضان بهدور شوال إسكب حين كرابالي رمضان وارد ما ذي شوال بعد شيء عاو خلاص هو واجب تيوا حدي مركا هبين كعيدة أو بريتو مركي للي هي عيد ويا عاو كالقف هدور لنتو قفك عند انتهي زكاة الفطر ولا جنب حين عيا واجب ويا ولا جنب حين صوته على بعض السبب أي كوا واجب يسيا على جهلي إدراك جزء من رمضان ولا هلاي رمضان وون ولا قفك وإدراك جزء من شوال ولا هلايو مركز يقول حدا دعي سوون ولا هبين مذي يقول انتهي معنا وكوا واجب تمركز زكاة الفطر لكن هدي الماء نشان هبينك عيدة المها هبينك عيدة بشان زكاة الفطر إلا قبل حيو واجب معه لأن اللبضي صوو يكون واجب لهد لقى مهل المها رمضان كأيغا أدونك ما إسان جوغين شوال لي بأيغا أدونك كسو بيران يا إدراك جزء من رمضان أن لقهل معنا وقت وجوب كمرك وحويا غروب الشمس مرك إلهل وبيتك وغهرين تاسو قتل المامي دونا مالنت أقول دم بس رمضان مركي يقول حضر نعذو وحيلا ذا هاي وقت أو مندوبة وقت الصناع وقت جا مندوب كا وحويان مالنت عيدة قبل الصلاة إن لبحيه صلاة كهر صلاة كهر إن لبحيه صار صورنا بقى أماني عليه الصلاة والسلام وقت فضيلة وعلى قعبرة وقت أو مندوبة أما الصناعة أما فضيلة وحد كعبرت وحيلا ذا هي وقت كراهة وبعد الصلاة ما لنت عيد الصلاة بعد كذا إن لبحية إسلام ما لنت عيد بعد الصلاة إن لبحية كراهة واي هجرسين معنا صلاة كهرة في عن إن لبحية وقدام بنتي وحيلا ذا هي وقت حرمة وقت أي حرام تهي إن لجارسيو ما لنت عيد إن لجد بلغو ما لنت عيد إن لجد بلغو وحرام حد أنا قفك كنعمي سوى على جربا إنه بحية مرة هدي كو واجبتي وأركي دونا سيدي كو واجبي سمرة هدي قفك كو واجبتي ما أركي سا كنعمي لكن دي بقناعة أنت أصلاك إنه لدي بدعاء لدي دايا وما لنت عيد وكدي بلغو وأنا لا جرب أينو بحية قضاء هاني سجاء سحيس صلاة دي عمل واي صلاة ما أقتها يقفك وقت جادي إنه كدك تعالى غبا هدي وقت جادي وكذب لي عذر الآن وحنا قناع ذنبيل ونا قناع ما نكدعين إن صلاة إنه سوق ذي ولا جرب أمر والبا تنه ساس سوق الواي عذر الآن ما أنت عيد إنه كذب لي على مرة نعم هدي عذر دار هو هيستو مثلا هو مغنى مالكي هو كمغنى أما دتك اللي سين لها يبقى متجوجين بمستحقين تبقى ديار ما أهم بقى تبقى دعت أسوأ كلا هذيك أنت عذر واي ذنبي لما نغنى لكن وعلى جرب واحد دنا إنه بحيه سيد الصلاة دي عمل لهوا هذي قلقك وقولنا قط عذر دار أذيقه هاي ذنبي قد كبد بادي لكن أنا تسوق الله يسوى على جربه
عذر دار الآن هدي عاد وقت كذا كدي بكتن ذنبيلة نقنع إن السوق هذا يصدنا وعلى قربة تنا ساسو كلا نقنعس إذا مركا إيك أحكام تدي سكو وانبو أوجه الله إن غربة شمس تمام الشهر بشا تام نقشة ذا قرح ذي هدي أي نعذب تجيب زكدي ويواجب إسا إلى غروب يوم الفطر أفرك مال انتيسا لعدة إذا أنت لقجار وقت وجوبك يوكو إشارة بيتك وحويري بشا تام نقشة ذا قرح ذي هدي أي نعذب بشا أصمرك وحو أجيدا بشي اللي سلقه قاوة أو صوم كيدي وواجب كأها وبش رمضان بش رمضان تام نقشة ذي يعني ما لنت وقد دم بيس رمضان قرح ذي ذي هدي أي نعذب وللي هي بريت عيد واي زكدة حلقة سي واجب إيسا ها إلى مركا ما لنت عيد قرح ذي ذي أي كنعب إلى غروب يوم الفطر وحا مركا مستحبة ها إلى غروب يوم الفطر مركو كنعي وقت كذا لقود حجرا واي انتس السيقى هدنا لسيك لقيقبين وقت كذا وهو واجبتي كدب هدنا قبل الصلاة إن لبحي السنة ينقاني بعد الصلاة إن لبحيينا لبحيين كراها ينقاني ما لنت عيد إن لقد بيجانا ووقت قضى لقد بيجي ويا حرام إن غني سامعنا وصوت نحجلي أو قاد دم بالكان وصوت نحجلي ماركي سهل كان بيدو أو كافتو ما يمر إن غربت شمس تمام الشهر بشا تام نقشة إذا قرح ذي هدي أي نعذب شهر جو المعهود لي يقيني للصوم من الله يقيني صومك المفروض لا فرض يالي بشي لغو يقيني صومك مفروض كا وهو شهر قاس شهر رمضان و شهر رمضان تام نقشدي سقور حديدي هدي اي نعب تجيب زكاة الفطر ويواجب يساو تجيب ويري تجيب بالجسم جواب الشرط و ان غربت شمس تمام الشهر تجيب زكري ويواجب يساو أي وقت وجوبها زكذا وجوب كذا وقت جيسة من غروب الشمس أيوكاء هذه قرحة لعدة آخر يوم أي نعضه يومكم من رمضان كاء هذه ما أنت وجودا بيصابش رمضان كاء قرحة دي سمر كي نعضه أي واجب يساوي معايا لأنها زكذا مضافة وايمد لا إضافي في الحديث حديث كنحديث إلى الفطر يا لا إضافي أفرك من رمضان لقى أفره في الخبر حديث كنحديث أنا لقوا إضافي حديث كو المار صومري حديث عبد الله بن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان ليرمت أو أفرك زكذي سأو رمضان كلا أفره لقى أفره حلقي واجبي سمرك حلقة صواي مرك رمضان نقول ما الله فري ما أنت أقدام بسقور حديث سمرك إن عذاي وان أقول مات فتخرج مرك والله بحنا الزكاة عمن بالغ بحنا مات لنتي بعد الغروب لنتي قرح هذا مرك إن عذاي كذب كيد لنتي هبينك عيد وسوق قاري ما أقطع قرح هذا مرك دعي سوان ولا يم كاس والله بحنا إدراك جزء من رمضان وإدراك جزء من شوال بالغ هلاي دون من لغ ما بحنا يو من كو ولد لا دلي بعده بعد الغروب لا دلي وايو ادراك جزء من رمضان لا ما هلين كاسيا ادراك جزء من رمضان لا ما هلين واكو الى غروب يوم الفطر افرك ما لنت سوى ما لنت عيد دعيدي الى غروب الشمس يوم الفطر وا افرك ما لنت سقرح ديدا دعيدي انت لا غارايو ويصن وحال سنينايا ها أن يخرجها إنه بحي شخصها قبل صلاة العيد للإتباع ويحرم تأخيرها عن يوم العيد إن لقدب بلا عذر وحرام عذرها دوشر لكن لب ملك كغيبة ماله مالك سمغنان تيسي وكلوان أو المستحقين أما مستحقين تمغنان توت عذر واي مركز مؤكتا ها
إن غربت شمس تمام الشهر تجب إلى غروب يوم الفطر. أداء مثل صاع خير الرسل، ها أداء مثل صاع خير الرسل يجب وحا واجب أيو. أداء نسخين كل ساس ويصومان عبارة أداء مثل صاع خير الرسل رسوشا كان أغو خيرك بدن سوسكي سمثل كي إن لقو تؤى واجب أيو. نسخين كقارا وحي قرايا صاع مثل صاع خير الرسل يوكله نسخة هذا أنها إنه مركز ساس ما أداء وعامل لسقص قدره يجب وحا واجبا يا أداء مثل خير الرسل ما يا أداء مثل صاع خير الرسل رسوش كان أو خير كبدن وأن الله محمد عليه الصلاة والسلام سوس كيسا مثل كي إن لقوتا واجبا سوس كي نو الله محمد عليه الصلاة والسلام أوكلا إن لبه سوس كمرك أفر مدواي أفرت مدنة مد والبنة هل رضل إيو ثلث واي أفرت كومبو كومبو دي بوحي كوانتا هي رضل إيو ثلثي كوانتا رضل إيو ثلث مرك أفر رضل قراني ثلثي لها مرك لا أروريو لا أروريو سدح ثلث أفر ثلث واي ها سدح ثلثنا مرك وحويا رضل كامل أهوى هل كي ثلث كالكودر مرك أف شن رضل إيو ثلثين غنايا تيو كوشا غايا ها خمسة أرضال إيو ثلث رضل بغداد بوير خمسة أرضال ها فصاع سوسكي فصاع سوسكي ها خمسة أرضال رضليال أو شن أهواي إيو ثلث رضل بغداد مغالدة بغداد ليرا ذو رضل كذا ثلث كي سوا ما دام صاع وككوين هي أفر مد أفر كومبو ما دام وككوين مد كينا ويا هي رضل إيو ثلث أفر رضل مرك والا قرت مد والبو ثلث كلا صعد فيري مر سد حدي ثلثنا هل رضلين غنايا أفر تي رضل أقي شن رضل واي إيو ثلث كي زائد كأهاو شن رضل إيو ثلث واي ما أركي سيدو فصاع سوسك خمسة أرضال إيه وثلث رضل بغداد رضل كوا شيء هالبيقة مركة أرضاش أو رير بغداد مقالة بغداد ليرا دو عاصمة عراق أرضاش هالبيقة يدا أي أيقا وحكوب بيقان أرضاش اسمرك يلغو بيقو صاع وحو نغانا يا شن رضل إيه ثلث نغانا يا معنا بيقي بو مركة نبرا يشيقو فالصاع خمسة أرضال وثلث رضل بغداد وثلث رضل بغداد وسي ولا مرك ولي قدر الصاع سوس كقدر كيسة وهو قدر صاع بالأحفان بالأحفان ويا صعب يا لها قبل ذا حال وأهاد قريب أربع يدي إنسان وا إنسان كجعمه سا أو أفرا وحول وايا ها قدر الصاع سوس كقدر كيس وهو قدر صاع واكو بالأحفان حاله هذه صعب ياله قريب أربع يدي إنسان إنسان كالودي سقعموت أو أفرأ وحولوا إنسان أو معتدل الخلقة ومستيسو أي دحدحات هاي قعميه سآد أي سنوا وينين آدنا أي سنوا يارين إنو محن إلى هذا قعميه سأصيقوا لبدا قعمو إسكو قوانا أيو أفر مر إنو لبدا قعمو دو حكو صوق هذا ساعة إنتا صوك لو يوليها أي معنى هيا ها وهو بالأحفان قريب أربع يدي إنسان قراني إن محال مرك شيء قال لب حنا يوم حوية صعبة لب حنا يا صاعي مرك أو حل جينا بق عليه الصلاة والسلام لاستعمال جير ولا قرنا يا وأنا للسوق قاعدي كل كا صاعس هلب حية
قدرك الله بح شيء الله بحنا يا مر وجنسه صاع جنس جيسة القوت قوض واي قوت كاسو من المعشر كان لعشر بحنا يا حق سكاها معشر كاسو غالب قوت بلد المبهري كي اسبهراي بلد كي سقوت كي سغالب كي سحقي كاها ضيوف زكاة الفطر حلقة واجبي سؤال جهل قدر كواجب أين وعلى جهل وح الله بحنا يا حدنا لا جهل الله وجنسه صاع الجنس يسأل قوت قوت واي قوت وحال يرى ذا وح بني آدم كأكون ولا ذا راشين أهان وأقاتوا قوتكم من المعشر كي لا عشر بحنا يا حقي كاها وزي كذا مركي لا تشوقي عشر لقب بحنا أما نصف العشر لقب بحنا هذه مبر وكو ورابوك له عشر على قد حين هاي هذه نضحي إيو الدولاب أي بيرت كو ورابت أيوك لأن نصف العشر على قد حين هاي بركة حبوبتي سئية شعير كأيو تمر تأيو زبيب كأيو قليدة إيو دقر تأيو بريس كأيو وحيالها سواي إيو مسيقادة إيو وحيالها س وزكيدة مركي لفير إيو عشر على قد حين جري هذه مبر كو ورابان هذا النضحي إيو الدولاب أي كو ورابان نصف العشر بالغة بحناي كي ساس أها واي وحا لب بحناي زكاة الفطر الله بحناي معشر كو حدانه غالب قوت بلد المظهري كي استهيراي معناها قفك زكاة بحناي واستهيراي يا مكت كي استهيراي مخ ها ها هدي أو اسم فاعل أن كدقنا معشر كو غالب قوت بلد المظهر كي استهيرا اي بلد كي سقوت كي سغالب كي سحقي كاها اما سيدا هدا اسيغا او نو لبدناي غالب قوت بلد المظهر كي لظهيرا اي بلد كي سقوت كي سغالب كي سحقي كاها اي المخرج عنه بوداي ساسو كو فسرا اسيغا كي حقي سي لغا بخيناي معناه و خو كو اشارايا kolbo zakeeda qofka laga bixinayo meeshu jooga la feerinaya wixii qooto gaalib ah hadii adiga midalan dibadaha ku maqan tahay oo kale caruurtaada ay Soomaaliya ay joogan oo kale meeshii caruurta joogan wixii qooto gaalib ka ah baa la rabaa in la bixiyo meeshii ayaga joogan lagu bixiyo waliba meeshii ayaga joogan lagu bixiyo qooto gaalib kana waa raashinka markaas bulshada markay la fiiriyo inta badan ay u badan yihiin macna raashinka oo bulshada inta badan ay u badan yihiin kaas la bixinayaan hadii waxyaalo badan oo labada isticmaalo ay jiraan deemidkii la doona la bixinaya kan marka ugu qiimaha badan oo ugu fiican waa si fiicnaanaya in laga bixiyo kolka sida hadda asiga uu ku wado ku wad marka mu'ashar ko qaalibi quuti baladil mudahhari ki la dahiray ayil mukhraji anhu haqi sakii laga bixinay baladki saquudki saqaalibki saqi ka ahaday wa yakhtalifu dhalika bi ikhtilafi an-nabahi ayu isku khilaafa yaaw kolba marka adiga ki quutu qaaliba la bixina macnuhu saasu u socda iya bixinayo marka زكاة الفطر قف بحناية وقف عنك تاسو هدنا كهلا والمسلم ومسلم مسلم كاسو الحر حر كأه تجب عليه مسلم كوحاكو واجبس فدرته فدردي ساكو واجبس وفدرة الذي كي فدردي سنة ويكو واجبس عليه مسلم كدشي سأي أهات مؤنته الذي مؤندي سوى ها والمسلم مسلم مسلم كو الحر حرأة تجب عليه مسلم كفدرته أكو واجبس قفك مسلم كأه أو حدنا حر كأه وحواجب كو أسيق إنو فدرتي سيسكبحيه مسلم هدي اللي يري قال بحي حر هدي اللي يرينه أدونا بحي فلا فدرة على كافر ولا رقيق قال فدركم واجبتو أدونا فدركم واجبتو الصيغة وتجب أيضا على من تجب عليه الفطرة
قفك أي فدرديس كو واجبتي وحاك لا كو واجبيسو فدرة الذي كي فدرديس عليه مسلم كدشي سأي آهاتي مؤنته الذي قم مؤنديس أو عليك تهذا مركات اسكب بحسو قف والبو إن نفقيسو أي واجب كوتا هين واكب حينيسا هديت هاي الزوجة هذا هديهن عرور هذا هديهن والدين هذا دتك أذيك إن نفقيس شرعك وكو واجبي أيقون في دردي واتكب حين يساو وفدرة الذي عليه مؤنته أي نفقته الذي نفقدي سوى هدي مسلمين يهين وايل هدي مسلمين يهين دتك أصعد نفقين يسي نفقين تودا يكو واجب تي هدي مسلمين يهين فدرة نواكب حين هدي لكن مسلمين أي صنعهن فترة إن أكبر حسد لازم كغماء أهان إلا وابا قالوا مثلا زوجة هذا وزوجة كتابية أهل كتاب واي ويهودية أما النصرانية واي ويكون بنان تهي إنا تقرسته ما دام الزوجة هذا تهي نفقه ذي ويكون واجبه لكن فترة إن أكبر حسد واجب معه إلا وابا قال أيضا ساسو كالي قريب كاغا والد كاغو قال بعد أذوق بشاء النفقيس واجب واي إن أدباري أن قطه هديه النفقة أباهي هي إن أد نفقيس نفقدي سوي واجبه لكن هدنا في ضرء واجب ما هن إن أتكبس إلا وقاله تاس مرك أسيق وحكوله دونا صو استثناء وحكوله دونا وحير واستثني أذيك صار رب في ضرء النفقة الراعي بان هذا نحن يمكتا قف والبا إن النفقيس يكو واجب تفدرة أنا كبحي عليه مسائش عن صار مرك واستثنى أديك صو استثناء ومن صو استثناء من كوا يكفر كفرنا يا من كوا ما أركيسا روح قال كأ النفقدي سيكو واجب تصار بوا أديك مسلمات هاي أدونا لذا هاي أو قالا والد بعد لذا هاي أو قالا زوجة أياجرته أو قالا من رقيق المسلم مسلم كأدون كي سحال وكأهذا من كاس من يكفروها وغريبه مسلم كغريب كي سحال وكأهذا وزوجته رقيق كاس إي قريب كاس إي زوجته الكفار أو قال هذا أهمار كي سيده فلا تلزمه فدرتهم كما لازم إيش وإن لزمته نفقتهم ونفقته ذهب كل لازم تيو واكو قف مركا أسيق في دردي سأيسان كل لازمين أو قال عدو نفقينا يا فدرة هذا لازم كم نغني سهدنا أوفرس أما من لا تلزمه فدرة نفسه قف نفسدي سفدرة إذا أيسن كل لازم كالكافر قال كي يوكلوا فلا تلزمه فدرة من تلزمه نفقته هو عرورت نفقينا أي زوجات كي سئي إنه فدرة بحي لازم كم أهن قال نعم هنا يلزم الكافر فدرة رقيقه وقريبه وزوجته ها المسلمين كافر كوحاكو لازم ايو ادون كيسا ايو قريب كيسا ايو زوجتي سا او مسلمين تا فدرة ذي انو بحيو وزوجته ما شهد ليري سيكو سوروي سا قال كزوجتي سا اني مسلمات نغط يعني من كانت زوجته ثم انقضع عقد النكاح بإسلامها بعد انقضاء عدتها بالغ وضايا فتجب لها النفقة على زوجها الكافر زوجتي سيئهان جرتي نكاح عقد كساق أي مرك محقوق أي أيضا صو إسلامت قال إسلام هي لبضوري أيضا صو إسلامت ما أركيسا ها أيضا صو إسلامت ساسو مرك عقد النكاح كوكو أي يعني من كانت زوجته ثم انقضع عقد النكاح بإسلامها بعد انقضاء عدتها فتجب لها النفقة أو واجب على زوجها الكافر أو واجب نينك إيناك تإسقبان هدي بعد الدخول لجوه أو متكود أوصو إسلام عدة قده إذا لفيرين أي مؤكتا يمتك كلا إنو كسو إسلام أي إيناك له عدد قديه إذا هدومتك كالكسوة إسلام دام نكاحهما نكاح ذو دائما هدي عدد قديه إذا أصنكسوة إسلام متك كالانه
تنجزت الفرقة أيه مرحلة داسي مركا ناكتان كجرتا معنا هيا مرحلة داسي كجرتا ساسو أي معنا واكو تاسو كلا مركا واكب بحنا يا وسطني من يكفر مهما وحا مركا قفك واجبا إنو بحيا هدنا لتل ماما يا مهما شيقي يفض الفال للنقضه عن قوته قوت المؤدي كي قدنا يقوت كي سحقي كفاضل النقضة ما أركيسا وخادم خادم حقينا كفاضل النقضة ومنزل قري حقينا كفاضل النقضة ودينه دين كي سنة كفاضل النقضة وقوت من كفاضل النقضة من كو يحمل مؤدقة مؤنته من كان مؤنذي سوء حمباراي يوم عيده مؤدي عيد كيس اي وليلته عيد كالليلة دي سنة كفاضل النقضة واجبا يوا مهما شيء يا واجبا يفضل فاضل النقضة عن قوته قوت المؤدي كفاضل النقضة أفرس زكاة الفطر وحي واجب كون غنيسة مركز هيسطه ما لنت عيدا إيوه بينك عيدا قوت كاجة وحكب هذا مركز هيسطه لكن قوت كاجة وحكب هذا هذا هيسني كوجو واجب ميسو ما لنت عيدا إيوه بينك عيد زكاة الفطر وإن كفى للنقطة خادم أديك أطوبة أنت هاي إنه كو خدميه أدون باشرو أو أديك الله ده هيوكو خدميو ما أركيسا أدون كاس أديك كو خدمينا زكاة الفطر درادة أوجت لغو ملها منزل كأنه كفى للنقض قريات أديك الله ده هيو دجنتا وحكلا ما هيس قريك قد زكاة الفطر درادة ده أوجت لغو ملها إنه ديري كان قتال روا معنا ها وحوكو صدر أي مركة الدين دين هديل وقولي هين زكاة الفطر كجوا واجب ميسوكو صدر أي قضب كاس لكن تاسوا رأي ضعيف أهواي دينتو وحوي يعني شرط ما أهن إنه كفاضل نقطة زكاة الفطر قفك هدي الدين لقولي هاي في درده وكل لازم إليه هدوب هلايو ما لنت عيد يهبين كعيدة قوت كيسة يا عيال كيسة قوت كوضان وكدر وحكف هذا إلى هذا وهلا الدين به الغلا هذا في درده وكل لازمة دين تأني فاض في درده إني دين تكف هذا النقطة الشرط معها وقوت من يحمل مؤنته وعرورتيس وحاسس كيس وحال الربا ما لنت عيد يهبين كعيدة إن هذا حيصته بيل كاجا إن هذا حيصته أي فالل كنا قط مرك في تراضي هو هدي بيل كاجا أوكلي على هذا حيصته ما أنت عيد يا بينك عيد في تراضي ما بكو واجب يسبب أما بيل كبا ما هي ستدبا ما بكو واجب يسبب مرك عصيا وحال روا مرك ما أنت عيد يا بينك عيد أديك الشخصية ده قوت كاجا إيه عيد الله على عيد والبعض أديك النفقين يسد قوت كذا وحكى فالل أين هذا هلي كريسدو هدي أي دعوة مرك قاركود إن أبودو قاركود نأذن أبودين أو سيعان تقاركود وأبودا إن أذيك إسكب حسوا دتك أذن فقيني سيد قار كم دع إن أتكب حسوا واد أبودا لكن لما إن أتكب وذا بحسوا ما أبوديس إنت أبودات بحنيس ها نفسد هذا تكب لا بيسا زوجة هذا تكح جنيسا ولد كا صغير كا تكح جني أباها كي تكح جني هوي ذا بات كح جني ولد كبيرة أو أديك عاد نفقين يصير هذول شرنا واقب حنا ولد كبيرة نفقدي السمر أي واجب يساجر تهذول حنون سين هاي أما عريان هاي ساس وكله نفقدي السمر كاس واجب يكون غنيسا طيب واكو فيري مركا وحوير مهما شيء إن لب حيا واجب أيه يفضل فال النغنا أيه عن قوته مؤدي قوت كيس حقي كفال النغنا أيه وخادم خادم حقي نكفال النغنا أيه ومنزل منزل كي حقي كفاضل النقناي ودينه دين كي سحقي نكفاضل النقناي
وقوتي من كفال النقناع من كو يحمل مؤدقة مؤونته من كا نفقدي سأو حنبارا يوم عيده مؤدقة عيد في سيوم كي نفال النقناع وليلته ليل عيد كليلتي سنفال النقناع باب قسم الصدقات هذا كان باب قسم الصدقات صدقات كاللقيبين توضى باب كذيوان أي الزكوات صدقاتك وحالك وذا أي الزكوات زكيا لها لقيبين توضى على مستحقيها نلقو قيبية ذاتك متين وحا الصدقة اللغة مقعاب وصميت بذلك اللغة مقعاب لإشعارها أغيسين تيدا اللغة مقعاب بصدق باذلها أي أغيسين سكن ليبايو رنتي سيو ها والأصل في الباب بابك وحاو الدليل آية إنما الصدقات للفقراء إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم آية ساو الدليل هذا هو مركز زكيدة وحال الصين آية سديدة الصنفي أو قرآن كالغشة سديدة سسين في ميلان اهين زكيدة لغمة بحين كارو وذا ده غارب أمركا وحيالو اي شك شيغين باجرا لكن صح ما أهم إن مصالح ده قود إن لغمة بحين كارو إي وحصاصو سوكلا وحولها الزكوات كإن ودوين لغمة بسي كارو إيو isbitaalo in lagu dhisi karo iyo saaso kale iyo jaamacado wax lagu barto iyo saaso kale in maxan iraaday lagu bixin karo ayagoo marka daliilsanayo qodobka wa fi sabiilillah masajid in lagu dhisi karo iyo waxyaalaha soo kale saxna ma ahan arinta ayada wa fi sabiilillah waxa loo jeeda dad guzaada oo jihadka ka qayb galaayo diibaankana aan ku jirin أو عيدا كحوجنا أن كم دهان ديوان ككجر أو متضوعون كوا سالوجيلا هدي وفي سبيل الله معنى عام بالوجيلا ليرا فقراء وح الله سينا يبو وفي سبيل الله وين مساكين توح الله سينا يبو وفي سبيل الله وين غارمين توح الله سينا الدوام هذا مكاتبين توح الله سينا كل وفي سبيل الله وين آيات يا ومعنى بليس ومعنى هيا مركب وحال ربا قضب والبصيد الغوف سري إن لورع معنى سيد الغوف سري إن لورع أصنافتها سديدة أهبال الصين نعم ذاتك لسيي مساكين تأيو فقراء تأيو وحي لسيي أيها هدي دونان ودوينك وحي لقود نسايا هكي ليانا هدي دونان مساجد هكي ليانا هدي دونان عسبتال لرد نسايا هكي ليانا هدي دونان تاس مشكلة ملاها لكن وحي أيها الله هايان جانب كلين لوصر في يصح ماهن يا جانب كلين لوصر في يصح ماهن أصنافتها سمركة إيك مدمدة لودو الإستاقايا أصنافه قسمك أصناف تيسا إن وجدت هذه الهلا أصناف ثمانية سديد وا ذاتك الله قيبين عايز زي كده سديد وا سديد وا داس وعلى بعض الصين عايز هذه لبعض الهلا إمام كمسلمين تاوحا قيبين عايز مثلا ولا كلا جارسين كرا وعلى بعض الهلا واكو من قفكي يفقد لوايه أو سديدة كمدة أردد علي سهمه من كان سهم جيسا للباقية قوة كلو علي سديدة سنف كمدة هدي لواي سهم جيسا أصناف تكلا لوجو درايا معنا هيا هل سنف يا لواي سنف جا سهم جي أولها سنف جا سأسيقو جيرنا لجا سوقا دايا تضبط سنف الله لي كرايا تضبط هذا السن في أبيح الله قيمنا يا معنا وهكذا لبصن في هدي لواي لحسن في الله لحدا السن في أبيح الله قيمنا يا سديد أبيح الله قيمنا لها لحدا صار الله قيمنا يا وهكذا من يفقد أردد سهمه للباقي يقوى كلكوع لي سهم يجلس ها صاحب المال لو ما علينا سديد ما خييه مر ها فقير فأول ثمانية ساس وصو قدري سديد دمتك أقوه رأيه فقير فقير واي فقير كاسو العادم وحوايي فقير أن وحبه هاي السنين واي فقير أن وحبه هاي السنين واي شقنا ما هايو حولنا ما هايو
هدو وح هيستنى وح معنى له ما هو وح هيست طبعا هدو أبهانية سد حوك له هدو هيست فقير له وح وحبا هدو سنة هيستنين معدم أويهين وكسي درين شغا ما هيستو مال أو يقع الموقع من كفايته هنا ما هيستو وحيالا وحا جرى قفك فقير لماذا أنك ساري كريم مثلا قري أوكوه يدو هيستا بربري هر اوغا تيو اسغلا بيستا او كلي ما اركيسا وحاس قفك فقري كساري مايان وحاس فقري كساري مايان واكو والمسكين وثانيها ها ثمانيه ذا متكيدي لبات المسكين مسكين واي له مسكين كوا ها اسغنا ما ايا اسغنا شيء ما غو يقع دعايو ما الموقع مكانو دعيت دعايو دون تكملة كامل يريد الآن كان لبعضنا وحواي مسكين مسكين نمرك وحويان حقا وحقوها يستال لكن ها فقيرك وحي رداما وحقا مكانو دعيتان دعايو لكن حاجة سأن لما يستيرينين وحي يستال هذه طول أوبعية هذا التضبوك لأوهلا يوقف waxa kama qan wa yariin moogtay saddex amal ka maqan macnay sameeyay todobada qof toban u baahan todoba haduu haysto todobada macnay u sameeyay laakiin wali baahidiisa ma dhameystirna hadana ma yaqacu mowqi'a duna takmila wa kaaso kale miskiin ba leeyda marka faqirka iyo miskiinka miskiinka roo quraankana marka sidaas uu ku dareensiinaya oo khadir iyo nabi ilaahay muusa qisadooda markuu ilaahay ka sheekeynaya ama safinatu fakanat لمساكين أبو إلهي كعبر دونت وحا إسكالا هايين داد مساكين لي دون والله هايين مساكين والله كعبر هاي وحوم بي هايستان مأركي سيدو يا وحبا هايستان إبر معها معنى هيا وحبا هايستان مركا مسكين كا وحبو هايستا لكن وحيا بقل كي وبقل باهدي سأن دمستيرين واي معنى طيب ما يقع الموقع دون تكملة وعاملنا عامل ورابعها ثمانية ذا ما هو ثالث هذا ثمانية ذا كذي سدحات عامل واي متشقين آية وذلك كاس عامل كا كحاشر الأنعام أو كلاواي نعم وليدا كي كل منا أي أو كلاواي ها عامل كوحويا دولة حق يدو كالصعداء مامل كحق يدو كالصعداء زكوات كو صو أرورين آية عامل كمركوا شغوين بدن وقبان آيا مد وحويا حليب وصو أرورين آيا مد وقر آيا كاتب واي حسابي واي حليب لصو أروري إيو عدا إيو حكو واجبين بوقر آيا مد قاسم واي مركي لغيبين آيا ذاتك مستحقين تو وحسسين آيا مد حافظ واي أو حليب لصو أروري إيو بواردية كي هاي وإلالين آيا نمان تود عاملين آليرا أكو أسيا عاملين آليرا طيب واكو وثالثها ثمانية ذا متكو ذي سدحاد عامل واي وذلك كاس عامل كا كحاشر الأنعام نعمولي ذا كي كل منا يؤك لوا ورابعها ثمانية ذا متكو ذي أفراد مؤلف واي مدل الصوت دمايو مؤلف كو يضعف ضعيفا يو مؤلف كا في الإسلام إسلام كدحدي سنكو ضعيفا مؤلف والله صوت دمايو إسلام كدحدي ضعيف كوي هاي بمعنى أي نيته ضعيفة واي نيتي سا ضعيفة مثلا قردو صو إسلامي ولي نيتي سا إسلام كحكم لهن زكري بامرك وحلق الصين عيا بني آدم كأن وحلصي آدم وجه عليا سين تاسا مرك وحيكين نيتي سا حوجي سني سمعنا هيا إسلامي مذو جعلانا يا إسلامي مذي يا لجعلي سينا يا معنى ها أما ما إيه له شرف نكان شرف ليه قوم كي صدح ذي شرف ليه وصو إسلامي أصيغ نم قوم كي صدح ذي شرف كلها نووها يتوقع وحال فلانا أمرك بإعدائه سينتيسا وحال غفلانا إسلام غيره يا لغفلانا يا أوكي قال كله إني سو إسلامنا ولا رجينا هدي أسيق وحلا سيو ورنيكي أضيقي هبلها
مسلمين تو كبيري ها سفي عنا الله إكرامي ولا صد بيه وحنا ولا سيء أذيال كلو أسيق لما ذو قالا إن يقص صديدانا على جيابا أيقون أدت كلو كذب بيان إن يقص صديدانا ويصو إسلاما إسلام كمركا إن أيدت كصو قالا إن قال هذا يقص بيران معنى سمينيسا واكو رابعها مؤلف وايمد لصد مايو مؤلف كو يضعف في الإسلام كو ضعيفا يوكل مؤلفين توان نوعية بدنية لبان هذا كشيغني مدني يدي سوا ضعيفة مدني يدي سوا في عنتها لكن شرف وقوم كيس كلية دات كلا لغو رجينا يا إني سو إسلامان هدي أسيقا وحلصيو أما قولو الزكاة دي دين إلا دقا لما يا ها ساسو كلا أيها نفتر كودا مؤلفة اللي لغا عبرا يا كواس رقابهم وخامسها ثمانية دمت كود الشناء رقابهم أصناف الدوما ذو ذي وان رقابهم وان ها الدوما ذو ذي وان مكاتب المكاتبون ويكو لكتابي رقابهم أصناف قاره ذا يعني الدوما ذو ذي وان مكاتب المكاتبون رقابته المكاتبون أو لكتابي ساسو كلا شعر وايم أكتا إريد غار ها مكاتب المكاتبون رقابته المكاتبون أو لكتابي ساسو وأدوما لكتابي ييوا أدوما لكتابي وحويا سيدك إسكالها بعدها هي أنت صلعك هداد كنتان حرباتهم أدوم كان سيدك سال صاحب له شيء سول صاق لي انت صلعك هذا ايك انت وكو حرين يا بور حربة ادون كان مركي انو حرني ما هلو ووح شارع او ملع صدي واي شريعة الاسلام كو وحي اد او بيري جلين يددك ادو مدى اني ادوني مدى كبحا اي حروان اي حرني ما كنو لادان اس ادو ميسيقو ما اها وح شريعة او اي بيري جلين يسمع شريعة حر تيدون جيري جيري إس أدوميسيو شريعة مركي تمد أو جهاد كليس أمر يو جهاد كلي جدين وحادعي سيقال هذا حدي أيوه قبطان مسلمين تدد محابيس أيك قبطان وي أدوميسين جرين ساسي لم إذا أيوه نهدي محابيس لغا قبط ولا أدوميسان أيوه إسلام كوح كهوري أيوه أها وح إسلام كأولي مد مأهن أيضا يساس شرته هدانه أسباب بدن أو ددك أدومه أي حرنمو كهلان بي شريعة هدانه أي جدي سيوك تنا كمدا هدي أدون كلا كتابي أو سيد في سؤال عك كتابي زكدي حق إذا لقى عابنا يا أدون سوء حرنمه أهله معنا يا سوء حرنمه أهله هذا إن شريعة هو أمان تي أدون ماذا إن لحور يأكل واكو والغارم وسادسها ثمانية ذا مت كذي اللحات الغارم واي مد موي ها وهو غارم كان من واي منكو إدانا ها دينوي منك للمباح الشيء مباح أنا أدينوي والحال هو من كان عادم مدوح وايي والحال هو غارم كان عادم أويها مدوح وايي غارم ومد دين لغوية الشيء مركي صهري سبب مباحة أيو كدي موبي أفر سيا مع سيوكو مدي موبين صفة الشرعية أيو دين كقاتي دين تي وقدم بين تي وإسك بحين واي زي كذا لقى عابنا يا أسجن كاس وامت مدنا وحوا ها كي هرى وحواها نفسد دي سو قدي موبي وأساد دين قاتي نفسد دي سو دين أقات من نوع حويان الغارم للإصلاح إصلاح بين الناس دراد بعدين لغو يش لبا شخص دقال ما ين أما لبا قول دقال ما ين دح دوضا يو إصلاح كسمين أي السيقة أمر كي بيحي سول لازم سدي وحبا الله صور رعد مر كان غارم والي رهد كان سدحاد نوع حويان الغارم للضمان وحبو ضماني قف دين لغو لها بو ضمين كان نقضي يوكالي ماشي سايمرك وحكي صور راعين سكستبها هذا
غارم كاس ولا عابين آيا ما دام دين توحو إستقو قد هذا أصلا هين وليبا ميتك إصلاح بين الناس أدي موبي كاس غني هدو يا حتى زكيدي وحبالك السين آيا واكو وسادسها الغارم واي مد دي موبي وهو غارم كمن واي منكو إدانا دي موبي من كليل المباح مباح لهانتين أدي موبي والحال هو السيغان عادم أوي هاي مد وحوايي وغارم كأما منك عادم أوي هاي مد وحوايي وسابعها ثمانية ذمت كيد التضبات في سبيل الله وا إلهي وددي صدحدي غاز هو سبيل الله غاز ويمد لي سيغا بقوف السراي غاز يغو احتسب أجر قروب صديوا مجاهد وا وحويان جهادكو كقيب قلي فئن ملحن وهم غزاة لا فئة لهم بقرة دد دولي فئن عن لهم ما أركيسا مركا حولها مسلمين تلصينا يو فئة الغمقع وأيقو وحكم لهم إلا دد ديوان كجرب ما أهم جهاد كي كأجر قرب صنايا والله تاغير آيا أيقو نزكيدي حقيا لغا تاغير آيا وثامنها متك السديدات ابن السبيل واي ودد ان كادي واي ومسافر ابن السبيل كو غفتي قارن فقر صاحبه ابن السبيل كو اغترب غريب نقضي واي ومسافر او صهيدي اي كقضي وحنا اهي سنين ودنكي سميلا اهم بوتشوغا walla caabinaya maalmaha safarka uu ku jiro waxa laala wax walba u baahan karo iyo meesha asiga wadankiisa iyo maqsadkiisa wax gaarsiinaya intaba waa la siinaya ha inta uu safarka ku dhex jiro hoteladu degi lahaa iyo wuxuu cuni lahaa iyo qarashadku isticmaali lahaa iyo maqsadkiisa wax gaarsiinaya la siinaya wabnu sabili wa taaminuha ibnu sabili wa ابن السبيل كو ذو افتقار فقر صاحبه يعني فقير واي ابن السبيل كو اغترب او غريب نقضي واي واكو اصناف السديده قرانايه سديده وحنو هرسن ما جرتو انت ايات القران كاي شيكتي كتابك هذا وانو شيغي سنف والبا مركا وحا لا ربا اوو يران سدح كميدا ان وخ لا سيو هدي ان لا ودا غارسين كرين ما دام اي ايد جمع اي كتمت فقراء ان سدح لغا سو قادو مساكين سدح كميدا عاملين سدو كلمة مؤلفة مكاتبين غارمين سدح سدح ان لغا سو ثلاثة سدح اقل كل صنف واي صنف كل جيس اقل كي سواي وغو يران صنف والما سدح ان لغا سو هدي وحي اي سانكو في الليل marka sida la leeyahay caamil kuma jiro caamil asiga haduu hal yahay xataa waa isaga kaaftoomi kara fi ghayri caamilin buquna thalathatun sidah aqallu kulli sinfin waay fi ghayri caamilin caamil ghayr fi sadixdi wuxuu soo qadri wamaa dhukira kan la soo sheegay sidaxa ugu yar hadalka hadda ah weeyaane fi ghayri caamilin wa hada yu yiri maa dhukirkan caamil kuma jiro caamil asiga hala lagu kaaftoomi kara fayuktafa fihi fi alcaamili بواحد على السجاكة في إذا حصل به الغرض مراد كهدو كسو حصله هل عامل شغل هدو قوان كرو هل عامل ولا السجاكة في تومي كرا معنى هيا عماشا إن لبضي يوسدح لقار سيواش ما تامك واسدس أصنافت انتو ذا كلامك سدح سدح كير ما أنفع جمع سدح أغير آيادنا بلفظ الجمع يكوت مدوا وليس شأنه ما أهان يكفي إنه كافنا يدفع ديب لكافر قال له ديب ذاتك الله سينا عقيدة دوالة فيرنا قال ما أنفع إن زكى الله سيو حول الله سوء أروري يو زكى آن الله سوء أروري ذات قال الله ما سينكر علشان فقراء ومساكين ويدراد الله ما سينكر
sababtoo ah xadiidki saxiixeenka wuxuu ahaa sadaqatan tu'khadu min aghniyaihim faturaddu ala fuqaraihim, dad muslimiin baa laga soo hadlay mugta. Markaasaa la yidhi u sheeg inuu ilaahay ku faral yeelay sadaqa laga qaadayo muslimiinta agniyadoodii loona celinayo muslimiinta fuqaradoodii. Waa ee aayadda fuqara iyo masaakiin ay sheegtay ee islaam iyo gaal ma aysan u kala qaadin ma aha xadiidka marka soo reebaya. Walaysa marka shaniga ma ahan in yakfi inuu kaafinayo dafcun dhiibid likaafirin gaal loo dhiibo, walaa mamsuusi riqin addoonnimo miday taabatayne in loo dhiibo inuu kaafinayo ma aha. Walaa mamsuusi riqin in loo dhiibana ma kaafinayso addoonnimo miday taabatay oo mukaatab aan ahayn waylakaya. Addoonka mukaatabka waa soo ogaanay asiga asnaafta sideeduu ka mid yahay, ilaa lacagaa laga sugayaa midkaas xurnimuuna ku helayaa. Laakiin midaan mukaatab ahayn in zake la siiyo ma banaano, midaan mukaatab ahayn in zake la siiyo ma banaano. Haddii la siiyana wixii la siiyey addoonka waxay ka dhigan tahay sayidkiisa in la siiyey, ilaa asiga wax ma milkinayo bahiimo oo kale waayo. Wixii asiga la siiyo sayidkaa la siiyey. Sayidkiina hadduu qani yahay waxay naqanaysaa marka zakadii in la siiyo qofaan ahal u ahayn in la siiyo naqanaysaa, ayaa sax ma ahan. Laakiin mukaatabka asiga waa ku xiroobayay waxaan xoolahan la siinayo, nafsadiisu ku iibsanayo, xurnimuu ku helayay macnaaya xurnimadana marka shaarica milicsadayay. Walaa nasiibayni walaa dafcu nasiibayni, laba nasiib in la dhiibana ma kaafinayo. Liwasfay mustaxiqin, mid mutay labadiisa wasfi in lagu siiyo taana ma kaafinayso. Laba nasiib baa waxaa la siinayaa hal qofood oo mustaxiq ah, laba wasfi uu asiga leeyahayna lagu siinayaa maya. Iyadana mathalan ninkaanu waa faqiir, ghaazina waaya duulaankana waa ka qayb galaya. Faqiirnimadana waxaa lagu siiyo, ghaazinimadana waxaa lagu siiyo, lama lahan. Labadaa wasfi mid ka mid ah wax lagu siinayaa maa, ama faqiirnimada wax lagu siinayaa ama ghaazinimada wax lagu siinayaa, labadaas miday naqana. Walaa dafcu nasiibayni, laba nasiib in la dhiibana ma kaafinayo. Liwasfay mustaxiqin, mid mutay labadiisa wasfina loogu dhiibo. Walaa bani haashimin walmutalibi, walaa yakfii dafcun dhiibidna ma kaafinayo. Ilaa bani haashimin iwalmutalibin in loo dhiibo, reer bani haashim iyo reer bani mutalib in loo dhiibana ma kaafinayso. Iska fiiriya tan, reer bani haashim iyo reer bani mudalib ayaguna zake lama siin karo. Waa asharaafta, waa ahlu beytka nabiga calayhi salaatu wasalaam, waa ka xaaraam ayaguna in zake la siiyo. Maxaa yeelay nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi sadaqaadkan innamaa hiya awsaaqu naasi, waaye dadka wasaqyadoodii waaye. Wa innahaa laa taxillu limuxammadin walaa liaali muxammadin, uu yidhi muxammad xalaal uma ahan, muxammed aalkiisana xalaal uma ahan. Uu aalka nabigana bani haashim bani mudalib waa. Sadaqadaas bedelkeeda, zakada bedelkeeda ayagu waxay leeyihiin ghaniimada iyo fee'a ayay sahmi ku leeyihiin. Khumusul khumus ay leeyihiin, khumusul khumus ayay leeyihiin oo qaraabada la sheegayo oo nabiga qaraabadiisa la sheegayo waa ayaga. Bani haashim iyo bani mudalib waay, kuma jiraanaa la yidhi reer bani cabdimanaaf, reer bani nawfal iyo reer bani cabdishams kuma jiraan. Reer bani nawfal iyo reer bani cabdishams kuma jiraan. Ma ogtahay haashim iyo mudalib iyo nawfal iyo cabdishamsi afartaas waxaa dhalay cabdimanaaf baa dhalay afartood, waa dhasheen. Kolka haashim wiilashiis bani haashim waxaa ka dhashay nabiga calayhi salaatu wasalaam, bani mudalibna imaamu shaafici qoladuu ka dhashay waay. Waxaa jiraan marka reer bani nawfal qolo la yidhaahdo oo jubeyr ibni mudcim qoladuu ka dhashay ah, iyo reer bani cabdishamsi oo sayidina cuhmaan uu ka dhashay oo kale. Reer bani haashim, reer bani mudalib
iyo reer bani nawfal iyo reer bani abdishams isku mid ay u yihiin isku meel bay u joogan laakin xurmada reer bani muqallib ay leeyihiin malahan reer bani nawfal iyo reer bani abdishams malahan dalashadan waa ka siman yihiin markay nabiga weydiyeen calayhi salaatu wasalaam ay yiraahdeen nabi allow reer bani muqallib maalka ghaniimada iyo fee'a sahmiyaad ka siisay annagana wax ma aadan naga siinin haddaan nahay reer bani nawfal iyo reer bani cabdishams meeshay iyagu kuu joogaanaana annaga kuu joognaa maxaa ku wacanay yidhaahdeen markaasuu nabiga yidhi calayhi salaatu wasalaam banu haashim iyo banu muqallib shay-un waaxidun waayuu dhahay sababtana waxa weeyaan xilligii magaalada maka la joogay oo dacwada ay halista ku jirtay ee gaalada quraysh ay meesha xoogga ku lahaayeen النبي عليه الصلاة والسلام نفسدي سهلس قطر أي كجرتي أي قريش يراهدين محمد والدلا يا هلا سو وريجيو وحا نبي الدفاعين رير بني هاشم رير بني مضلب نبي الدفاعين عليه الصلاة والسلام مسلم كودة إيو قال كودة أي كم يدوبين إن أي نبي الدفاعان عليه الصلاة والسلام دفاع نبي الدراديس با على قضاء إيو حرير كودة الله جري أو عنا قبتين لقو سميي gaajo badan iyo dhibaato badan bay u mareen difaaca nabiga calayhi salaatu wasalaam maadaama xaaladii shiddada lagu dhex jiray halganka ay iyaga soo galeen islaamkii markaa hadduu xoogaystay oo heer la gaaray in ghanaa'im iyo fee la helo waxaa lagu abaalmariyey marka iyagu ghanaa'imta iyo fee'a inay sahmi ku yeeshaan laakiin reer bani nawfal iyo reer bani cabdishamsi quraysh bay la safnaayeen waxay iyagu qabeen aragtida ah in lasoo dhiibo nabiga calayhi salaatu wasalaam oo la dilo aragtidaasay ayaga qabeen oo ma aysan u hiilinin nabiga calayhi salaatu wasalaam kolka bani haashim bani muqallib ayaga waxay zaka ahaan u qaadan lahaayeen jaanibkan ay ka qaadanayaan fee'a iyo saa iyo maxan iraaday ghaniimada ay wax ku yeelanayaan waxay culimada marka ka doodaan haddii la waayo fee'a iyo ghaniimada waxay ku lahaan jireen hadday waayaan zakadii ma qaadan karaan taasay culimada ka doodaan qaar waxay leeyihiin maya أوصاخ الناس وايو نبيك كعلي عليه الصلاة والسلام ما قادن كران قارن وحي ليين هدي خمس الخمس كي أي وايين أو زكذا بديل أها وقادن كران زكذا مركز قارن ساس إليين سيدا أبي حنيف وكله يو محمد الفضال شيخ إبراهيم البيجوري شيخ سوكله يو ابن تيمية حتى كتابه كقري مسألة داس أو كوما جعابي فضائل أهل البيت أو كوما جعابي أو كو أي داي inay qaadan karaan haddii khumusul khumuskii ay waayaan yaa khumusul khumuskii hadday waayaan sida haddoo kale dadka asharaafta inay iska qaadan karaan macnaaya maadaama khumusul khumus la siinayo aysan jirin saasoo kale tayib walalganiyi haa walalganiyi walaa yakfi dafcu dhiibid ma kaafinaayo ilalganiyi ghaniga intii ka ahni loo dhiibo bimaalin ghani ku ah oo takasubin ama shaqo ghani ku ah qof maal haysto ama shaqo fiican haysto زكاة سجن ما قادن كر واكو ولا إلى من إن لو ديونا ما كافينا منكو ها مكفي المؤنئة مؤنتي سمد لك كافي بإنفاق إن لغو كافي نفقين من زوج لغا نفقه ها واكو ولا إلى من إن لو ديونا ما كافينا زوج منتو هي منطبة بإنفاق أهات نفقين قبيتي من الزوج لقى نفقيه ناق لقبه زوج كذا ونفقيه أيضا الزكاة لما سينكر واكو ومن ولا إلى من أنت كأهنة إن لو ديبا ما كافينيش من كو حتما واجب نمو مكفي المؤاني أهاتي مؤنتي سمد لك في من القريب إن لقى كافي من كو هو من كوبا مكفي المؤاني أمو أنت سمد لك في حتما واجب نمو من الغريب غريب حقين لك كافي قف معناها لبي له مو أنت لك كافي أو مشاركي سقاطه أو مثلا عرورتي سأي صوب بيلان أو صاصو كلي أو أسيقى يسمى شغينين لكن مكفي المؤن واي كاسو كلي أسيقى نمايا إن لو دي بزا كده ما بانانو والنقل بورين من موضع رب الملكي ملكي ربي يسا موضع يسا حقي لقى قوريو في فدرة ها في زكاة فدرة فدرة دي زكاة دي دي لقى قوريو إيه والمال مالك زكاة دي سنة لقى قوريو مالكو مما كي حقي كاها دي زكية لزكينا
إن بلد لقى جوريو بلد كله لو جوريو لا يسقط نقل غاز الفرد مريداي ما بنا أنا مركا زكذا إن بلد لقى جوريو بلد كله لو جوريو والنقل جورين من موضع رب الملك ملكيه مالكي سبوسكي سلقى جوريو يعني مالكا ماشو جوري مستحقين تنا أي جوران إن لقى جوريو في فدرة فدرة في زكاة فدرة إن لقى جوريو إيه والمال ومن موضع المال مالك موضع سحقين لقى جوريو مالك ومما كي حقي كهذه زكية لزكينا لا يسقط نقل غاس الفرد مريدا أيوة شافعي ذا ما أقوله ظروف إن يجران ما هن وفي التكفير ظروف أي جري كران نقطة إن هذا أمريكا جوجو كله معنا سوس عد هذا وصينا يوم إيش إن يسن جوجين وبدن تاع مركا إنه إسكسو ديوي نغاني كاسو كله ماشي هدي دد مستحقين وحلسي أي سن جوجين وكله وفي التكفير ها كفارة قد كتحدين يسقط النقل جواري دايا هدي واحد زكاء السنة هين أو كفارة أي أهين كفارة ده ماشي قفك أوجو جمالا هين وقصو حبيلي كرا والإساء دردارا كتحدين ها نقل جواري دايا إي والمنذور كي لغو ندري هدي قفك لا دردار مي فقراء إنو وحسيو مجالة داس فقراء دي جوكت ما هي مجالة كالي فقراء جوكت واسك السين كرا هدي لن ندره أو محن إرادة حوله إن لب حيا هدي لجون ندره مجال هذا سمرك أو حولها سأي لأن مجال أهن إن لون نقلينا واسك بنات محي لو حن ندر كأي وحن دردارا كا دتك أضماع ضادي ومسه تاج مايان سيد الزكدة أي دتك أضماع ضادي وقصه تاج مايان أوكل مستحقين تمجال هذا نجوك الزكدة وإلى شنايان لكن واحد لدر دار ماي إيه واحد لقونا ذري كما ورقبان ضمع يضو ذو أمسو تاج ما يان مرك معناها يا وفي التكفير كفارة قد كدحدي يسقط النقل جواردة إيه والإساء وفي الإساء دردارا دارا كدحدي إيه والمنذور كي لقونا ذري دحدي وصدقات النفل السنة الصدقين كذي ها صدقات وفي الأسرار السريس كدحدي يا هذين أولى مترونام بدنوا صدقين كسنة سكذا ما هي كوا السنة إن لسر استار رامبوي وللغريب أسقنا ذين هدنه أولى مدرونان بدن ويقف أهل كإن لسر يهدنه ثم الجاري درس كي أسقنا ذين أولى مدرونان بدن ويدرس كإن لسر يهدنه ووقت حاجة حاجة وقت جادي أسقنا ذين أولى مدرونان بدن ويحلق باهدة أي شرطيدتك باهين وفي شهر رمضان رمضان بشي دحلي أسقنا ذين أولى مدرونان بدن وي صدقوين كالسنة إن وقت يدع سلقوا بيو ها وهو التصدق بمعنى حال وهذا احتاج عياله أي أبهيهين حرام حرام قفك وحي عيالك سأبهيهين إنه صدقية حرام إن غني عيالك هذا وحالو جيدادتك إنه نفقية أي لازم ككتا وفاضل الحاجة حاجة كان كبدا وفاضل ككا فيه فاضل كالإحلي سأيوء هذه أجر أجر باهيها قوحي كبدا إنه صدقية سطوي في عنده لمن أيون أجر أوصغي من كاسو له من كأوصغنا ذي صبر صبر على الضرار إنه أكو صبر أي دبات وح الله لو وح والبابا هي هاي كبدا إناد بحسه أجر أكو أوصغنا هدي مركز كذب وح الآن أي كوكشو أكو صبر كريس وح الآن توا معنا يا وح فاضل الأهار نم بإناد وضع بحسه وفاضل الحاجة حاجة فاضل كذا فيه فاضل كذا حدي سأيوا هذا أجر أجر لمن أيون أوى هذا منك له منك أوصغنا هذا صبر صبر على الضرار إن دبعت هذا دش هذا أوك صبر أيه كتاب الصيام وبالله توفيق.